منصور النجار يعمل في يده المنشار، يعمل يعمل وهو يغني في فمه دوما أشعار. عمي منصور النجار يعمل في يده المنشار، يعمل يعمل وهو يغني في فمه دوما أشعار. قلت لعمي عندي لعبة اصنع لي بيتا للعبة، هز الرأس الرأس وقال أنا أهوى أهوى الأطفال. عمي منصور النجار يعمل في يده المنشار، يعمل يعمل وهو يغني في فمه دوما أشعار. بعد قليل عدت إلي شيء حلو بين يدي، سواه عمي منصور أحلى من بيت العصفور. عمي منصور النجار يعمل في يده المنشار، يعمل يعمل وهو